بإذن الله نصراوية. شوف المباراة صعبة، الهلال نفسيا متفوق والنصر مهزوز الفترة الأخيرة، أنت عارف راجع من هزيمة الاتحاد بعدها الطائي 4-3، وهلال جاي من كأس العالم وفوز على الشباب 5-0، لكن متفائل شخصية لاعبين النصر، عندنا تاليسكا، عندنا بكر، عندنا لاعبين يقدرون يشيلون الفريق نفسيا. النصراوية إن شاء الله 3-1. والله الهلال يعني من مباراة الشباب وفوزه 5-0 أعتقد أجهز من النصر، وأتوقع الهلال. والله أول شيء أتوقع المباراة راح تكون طرفين طبعا، أتوقع أن تكون مباراة من صالح الهلال، 3-1 للهلال أتوقعها. ظروف الهلال نفسية أفضل من النصر بواز، عقب تغيير المدرب رامون دياز الهلال أفضل الصراحة. أتوقع الفوز بإذن الله للهلال غدا، لأن الهلال مبدع الفترة هذه وإن شاء الله الفوز له بإذن الله. والله هي مباراة حلوة بكرة وصعبة، بس بظن النصر حيفوز مع ترشيحات له أفضل، معه هجوم هداف أفريقي أبو بكر وموجود تاليسكا، فريق كامل أفضل من الهلال صراحة. والله أنا أرشح الفوز الهلال بسبب دياز، وإن شاء الله بالتوفيق. يمكن 2-0 لو أكثر، والله إن شاء الله يعني كم مرة مبسوطة بالتوفيق. أول شيء متوقع إن شاء الله فوز النصر بإذن الله، يعني نتيجة 2-1، 3-0 إن شاء الله، وتاليسكا وأبو بكر إن شاء الله لهم بإذن الله لمسة إن شاء الله في المباراة بكرة بإذن الله. أتوقع إن شاء الله فوز النصر بإذن الله، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله ردة حق آسيا بإذن الله. والله مباراة الهلال والنصر أتوقع فيها جدا صعب، الهلال راجع بقوة والنصر لازم يثبت نفسه، بس أتوقعها نصراوية. بكرة الهلال مثل ما سمعت قبل شوي إن كنو وبريرا توقفوا، هذه يمكن يصير مصالح النصر وضغط على الهلال أكثر. الهلال جاي من فوز بخمسة، النصر جاي من فوز يعني صعب شوي من الباطن، لكن إن شاء الله نصراوية 2-1 إن شاء الله. توقعات إن شاء الله بإذن الواحد الأحد بنظرة فنية، يعني أنه راح يتفوق الهلال بإذن الله تكتيكيا ونتيجة بإذن الله. الهلال يفوز 5-0، 1-0، 2-0، 3-0 إن شاء الله بكرة. طبعا بتكون مباراة صعبة لكل الفريقين، بس إن شاء الله نتمناها للنصر يكون يفوز فيها وفال البطولة إن شاء الله. لا أفضل أكيد معنويا، لكن يعني النصر إن شاء الله بيفاجئهم، والهلال يمكن نفسه يكرر مشكلته إنه يدخل وهو واثق وتغير مجريات المباراة، يعني ما ندري وش يصير. للأمانة يعني من خلال المعطيات ومن خلال المستوى الفني الهلال بإذن الله سيكون حاضر. يمكن كانت العودة بعد الأخفاق، نقول ليس أخفاق للأمانة، بعد المباراة الأخيرة مع الأهلي ظروفها وذهبت إن شاء الله، وعاد الأمل، عادت الروح مع دياز اللي لله الحمد يعني خماسية الأخيرة صنعت الحدث بإذن الله، وستصنع الحدث أكثر مع النصر. هاتوا النصراوي وراح تشوفون ان شاء الله مباراه قمه، ونتمنى ان شاء الله تكون روح رياضيه حاضره، لكن باذن الله فالنا الكاس.